وهلأ صار الوقت لنعرف إبراجنا وحظوظنا وش مخبيلنا الفلك مع نجلة إباني. يسعد صباحك يا نجلة. صباح الخير هاتين وصباح الخير يا عيا خزلعيني. ما شاء الله فجأة كبست يعني المطر. يسعد أوقاتكم وضلوا دائما بخير. يوم 29 تشرين الثاني نوفمبر تمنياتين جميع الخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها. عطارد متقدما في برج القوس بده لخمسة 12 بقي له أربع خمس أيام تنفس لمولود برج العذراء لمولود الجوزاء ولمولود برج الحوت. كمان الزهرة يتقدم في برج القوس بده لتسعة يعني لتفرج بقى الأمور تمشي أفضل بالنسبة لهالأبراج. والمريخ ما زال متراجعا في برج الجوزاء الحقيقة لسه بده ل 11 واحد يضلوا متراجع في برج الجوزاء. هلا هاي الخريطة الفلكية بتعني إنه العذراء بتعني إنه القوس الحوت الجوزاء ليسوا في أفضل حالاتهم ومن ضمنهم الأشياء اللي ممكن تكون لها علاقة بالأمور الصحية. أول أخباري العزيز لمولود برج الحمل اللي اليوم بهذا الطقس ما بعرف شلون عنده صداقات أو علاقات بس يوم فعلياً فيه دعم وفيه وعود فيه قصص العلاقة ممكن يسمع لهجة مختلفة عن لهجته أو في نوع من أنواع السعادة سببها لمة شمل سببها صداقات أقرباء أهل. اليوم سعيد مولود برج الحمل عم بيحاول يحسن صورته وربما تنشغل بجديد يمنحك الرضا. مولود برج الثور اليوم أنت اللي ما كتير مرتاح يعني في حد عم يزعجك كأنه بملاحظاته أو في نوع من أنواع اللهجة العنيفة حواليك أو بعض الصدامات. لا تعاند حيث لا يجب. إذا في شيء حواليك عم يحصل ما كتير عاجبك ماشي الحال حاول تستوعبنا شوي حاول تسامحنا شوي وتستنانا لبكرة. خفف تسرع وانفعال وتابع أمورك بنفسك. اليوم مولود برج الثور لا تصير تأمن بحدا لأنه ممكن تحس أنه في شيء حواليك ناس مانن أهل للأمانة. مولود برج الجوزاء اليوم الوضع مناسب لمقربين لأخبار للقاءات لتقبل اعتذارات ليكون عندك إصلاح لبعض الأمور. يمكن في عندك شيء إيجابي له علاقة بتغيير له علاقة بتحقيق أمنية يعني اليوم في شيء عم بيعزز ثقتك بنفسك. الأخبار حلوة لمولود برج الجوزاء وربما تدخل نقاشات تصل فيها إلى حلول. مولود برج السرطان اليوم عم تقدر ترتب أمورك بطريقة إيجابية. يوم فيه لقاءات يمكن أو فيه خدمات إنسانية عم بتقدمها أو عم تستفسر عن أمور جديدة أو اليوم عم تفرض آرائك على الآخرين. اليوم يوم فيه قصة مالية ممكن تكون كمان إيجابية لمولود برج السرطان. هلأ في مساعدات على كل الأحوال. ما أنا مرتاح اليوم مولود برج الأسد ما بعرف زملائه اليوم عاملين له مضايقات أو حدا بالعمل نزاعات محتملة أو خسائر محتملة. هلأ أنا ما بتمنى بس أنا بظن عنده تراجع بالمعنويات بالمجمل فلا تصطدم بحدا وتجنب الخلافات والصدامات وقدر المستطاع في نوبة غضب عند مولود الأسد اليوم. أما العذراء فيوم فيه شغل كتير عمل كتير وعم تشعر إنه جهودك ضايعة يعني تعب على الصعيد العملي. هلأ اللي نفسه يعمله اليوم العذراء بهذا الطقس بالذات يقعد ببيته جنب الصوبيا يتغطى. أبداً هاي القصة مو متاحة اليوم لألك لكتير من الأسباب أحد أهم الأسباب إنه شغلك كتير. أنا أقولي انتبه شوي على المستوى الصحي. مولود الميزان لأ الأمور جيدة لألك في عندك فرص لتحقق طموحاتك عندك هيك أشخاص عم يتجندوا لمساعدتك حظوظك مساعدة لتلاقي إذن عم تسمع لك اليوم. هلأ أنا بشوف إنه قادر اليوم تناقش بحرية بعض الأمور المهمة كان عندك اجتماعات بالعمل أو عم تحلم بجديد. هلأ بيني وبينك اليوم أنت مسموع الكلمة والصوت تحكي. مولود برج العقرب اليوم الأمور لك العلاقة بشوية قلق من مبارح الآن على قصة أو في عندك انفعالات سلبية أو عم بتضخم الأمور الصغيرة. هلأ مو كتير بأريح حالاتك ما في شيء سيء الآن زعلان يمكن متضايق من شيء قصص صغيرة ومحتاج القصص اليوم للهدوء أو للبعد عن الانفعالات. هلأ ما بعرف قد إيه أنت عندك اليوم عناد أو عصبية نتيجة ما يحصل حولك. مولود برج القوس اليوم حركة نشاط تمتلك حساسية وحنان
اتصالات، علاقات، أنت محترم ممن حولك، مولود برج القوس وفي سعادة سبب الناس حواليك، هن الأصدقاء، هن الزملاء، هو أنت اليوم مرح حيوي، في عندك قصص هيك العلاقة بحل مشاكل، أنا بشوفه يوم جيد للقوس والأمور العلاقة بالتغييرات. الجدي عم بيناقش بعض الأمور المالية، عم يقبض، عم يدفع، عم بيرتب، عم بينظم، يعني عم بيستجد مصروف إضافي، أنا ما قلت لا، بس بالنتيجة انتبه لدخلك، لأنه هاي الأيام أنا بشوف الشهر القادم بقى الشهر الأفضل على الصعيد المالي. خفف صرف على واجبات، على قصص العلاقة بمتطلبات عائلية، وحاول تعطي الناس اللي حواليك حقوقهم. برج الدلو اليوم الأمور جيدة، لأنه القمر ببرجه عم بيحدد الجهة اللي عم بتضايقه وعم بيلاقي حلول، يحسن علاقاته بمن حوله، حواليه هالة من الجاذبية، معنوياته مرتفعة، اليوم إيجابي لك، عم تتباهى بجاذبيتك، عندك طاقة، نشاط، أوقات جيدة، علاقات بالآخرين جيدة ومعنويات مرتفعة. مولود الحوت، أنت اللي اليوم متعب أو مانك مرتاح، ما بعرف إذا في أمر عم تأجل عمله أو عم بتحمل الشريك مشاكل ما نزنبه، أو حاول تعتذر إذا أخطأت، يعني اليوم في تأجيل أو كسل أو حزن أو انقباض، نوع من أنواع هيك المتعب من بعض الممارسات الفوضوية حوالي اليوم مولود برج الحوت. شديد الجاذبية مولود 29، كل عام وأنت بخير، فائق الذكاء، شكاك شوي بس من الأشخاص اللي بيعرفوا بالمجمل يتصرفوا، طبعاً طموح جداً، الأمور العملية بالنسبة له تعتبر الأفضل، الأكثر عشقاً للجمال والرفاهية، أكثر أناقة بالتصرف، شخص يعني بيته دايماً مليان قطع فنية، بحب هاي القصة، بحب الصداقات، لا يحب المواجهات عموماً، محاور، مناقش، منفتح، يتعلم بسرعة ويتعلم حتى من النقاش، بالمجمل من الأشخاص اللي عندهم حس ورهافة ذوق بالتصرف مع الآخرين. طبعاً السنة كتير مهمة بالنسبة له لأنه فيها تغييرات، وغالب التغييرات العلاقة بأمور عملية مهنية، مع أنه داخل على السنة الأفضل حتى للارتباط، يعني أنا بشوف الأمور رايحة باتجاه الأفضل بالنسبة لك وأكثر إيجابية. خليني جاي بعد 18:45، نور وعصام، يسعد أوقاتكم، علاقة جيدة جداً بيناتكم يا نور وعصام، إحدى العلاقات الأفضل، وأنا برأيي الأشهر القادمة مبشرة بالنسبة لكم لأنه فيها شيء جديد. 6 شهور قبل ما تخلص رح بارك لكم بقصة مهمة إذا أراد رب العالمين. عبد عم بيسألني عن أموره. عبد ما بخاف عليك، أنت والله شطور، بس مشكلتك إنك ما بتقعد بتركز على دراسة أو ما بتعطي جهد كافي للأمور الدراسية، أنت وقاعد بتكون شردت، وصلت للصين ورجعت رجوع. روحي بدها الحكاية شوية تركيز، ما في حدا بينجح بالحظ يا روحي. نسمع عم تسألني مع شاهر، إحدى العلاقات الجيدة عموماً، رغم أنه كتير مكركبين أنتوا بهاي الفترات، منكم مرتاحين، يعني الأشهر القادمة رح تكون أفضل من بداية السنة وما بعد، الأمور أفضل بكتير. يجعل أيام الجميع سعيدة وتضلوا دائما بخير. أيامك يا رب. آية حنودعك آية. يعني شكرا مدام، عن جد شكرا كثير على كل شيء. مدام نجلة على فكرة من الناس اللي كثير بتعطيني هيك طاقة إيجابية من قبل ما أجي على يعني على السماء، وأنا كنت لما أحضر هيك حس بهي الإيجابية، ولما شفتها على الواقع الله يسعدك نفس الشيء وأكثر. فنيالنا علينا نحن اللي بنقضي معك. الله يسعدك يا رب، وتروحي وتجي بالسلامة، والله يوفقك يا آية. شكرا كثير لك. أنت كنتي مثال للطف والذوق بالتعامل معنا. يعني أحد الناس جدياً يا جماعة آية اللي دخلت على هاي المحطة وطلعت بدون ما تتخانق مع حدا، بدون ما تزعق حدا، بدون ما تصطدم مع حدا إطلاقاً، يعني شكراً كثير. يخذ العين عليك. شكراً. تعيش وتربي أمك روحي. الله يخليك يا رب.